قال عندك معلومة عن موضوعنا اليوم، ضعف المنتج الوطني طبعا، موضوع المصانع خارج الخدمة لحد الآن، تعرف كم مصنع صحيح موجود؟ هذه اكو عيادة خارجية وعيادة داخلية تريد تضعف المنتج الوطني طيب بالعراق. يعني مو شغلة اشخاص وهذا. طيب ضعفت المنتج الوطني بالعراق، اهلك وناسك شلون بيهم يعني؟ يعني اكو ناس ما تقدر توصل لها، يعني ناس متنفذه بالحكومه في اعطاء برلمان في الوزراء وفي الدول الجمهوريه، يعني حتى تظل العراقي يستورد من عندها يعني هذا الشيء. يعني ما معقول يعني حد يستورد، يعني يصدر غاز الايراني، يستورد من ايران يصفي الغاز الايراني، يعني صار 17 سنه مو صار يوم. صح